كنت قاعد ببيت مهجور عم شاهد الفيديو اللي رسمت لكم فيه بقلمين راحة نفسية، انصعقت انه الفيديو صار متخطي 1.5 مليون مشاهد. مباشرة بدأت احتفل، بس الشيء اللي خايف منه صار نط الجني. يا حبيبي كيف تجرأت تحتفل ببيتي انت؟ والله ما اخفيك انتم متابعين. لا لو سمحت اتركني، متابعيني بالدنياني. طيب رح اتركك بس بشرط واحد، انك ترسم لي بأربع اقلام راحة نفسية بدل الاثنين، مع بعض بنفس الوقت. مش بس هيك، الفيديو اذا ما تخطى 5 مليون ودع متابعينك. وبدون اي تفكير رجعت على غرفتي جهزت 4 اقلام. وهلا خلينا نبدا. تتوقعوا الجن رح يتركني؟